وللمزيد مشاهدينا من المتابعة، وفانا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسين بهذه الرسالة. بالفعل انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد هنا بالقاهرة بعد ثلاث نسخ هي الأكثر نجاحا، وأيضا النسخة الرابعة هذه كانت مليئة بالمحاور والنقاشات والجلسات المثمرة للغاية حسبما أعرب المشاركون في هذا المؤتمر من أبناء مصر من الخارج. اليوم انطلقت فعاليات هذه النسخة الرابعة، وكان هناك العديد من المحاور التي تم مناقشتها خلال هذا اليوم، من بينها محاور اقتصادية، وهذا هو المحور الاقتصادي الذي تم البدء فيه اليوم لهذا المؤتمر، بالإضافة إلى محور سياسي وآخر تعليمي وخدمي واجتماعي. الجلسة الأولى من هذه الفعاليات كانت عن المحور الاقتصادي، وكانت هناك جلسة تحت عنوان أداء الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، هذا بالإضافة إلى مجموعة من المحاور الأخرى كالمحور السياسي. وأيضا كان هناك جلسة بعنوان الحياة السياسية في مصر ودور المصريين بالخارج. هناك أيضا العديد من الجلسات التي شارك فيها الكثير والعديد من أبناء مصر من الخارج والمسؤولين أيضا، سواء من أبناء الجاليات المصرية من الخارج أو من مصر. وإذا تحدثنا عن المحور التعليمي، كان هناك أيضا جلسة عن أبناؤنا في الخارج والطلاب العائدون من مناطق الصراع، تم فيها أيضا مناقشة ماذا قدمت مصر لأبنائنا من المناطق التي شهدت صراعا، خاصة من أبنائنا الطلاب. كان أيضا هناك المحور الخدمي وكالخدمات القنصلية التي تقدمها القنصليات المصرية في شتى دول العالم، بالإضافة إلى المحور الاجتماعي. وكان هناك أيضا جلسة بعنوان الحماية الاجتماعية والتأمينية ودور تطبيق المصريين بالخارج. كل هذه الجلسات شارك فيها العديد والكثير من المصريين الذين أعربوا عن سعادتهم البالغة لمشاركتهم في النسخة الرابعة من فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج، وأنهم كانوا حريصين للغاية على المشاركة في هذه الفعاليات والمشاركة أيضا بآرائهم وتوصياتهم وأمالهم وطموحاتهم في هذا المنتدى أو هذا المؤتمر في نسخته الرابعة. وأيضا أعربوا عن سعادتهم الكبيرة للتطور الكبير الذي شهدته البلاد في الفترة الماضية، وبالتالي نتحدث عن نسخة رابعة الأكثر نجاحا ما بين النسخ الأربعة التي أقيمت على مدار السنوات الماضية. ما زالت الفعاليات مستمرة هنا في القاهرة في النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج.